أهلا، لازلنا مستمرين في رحلتنا في التعرف على أوجه المدارس المختلفة في المودلينج في هودين. في الجزء ده من الكورس الفرعي بتاعنا بنتكلم على الفيديو دي بي. بدأنا الكلام على الفيديو بي بمقدمة بسيطة قوي في الفيديو اللي فات. في الفيديو دوت هنتعمق وهنفهمه أكتر، وهنعرف الحلول اللي بيديها لي، وهنعرف الاوبشن المتاحة فيه عشان اعلي جودة الشغل بتاعي. معاكم اسماعيل من NC3D. لما فتحنا كلام عن الفيديو بي المرة اللي فاتت، قلنا الفيديو بي دي مجموعة من النوتس بتخليني اتعامل مع الاوبجكت الاوبن فيديو بي. وقلنا الاوبن فيديو بي ديت عبارة عن اوبجكت وحدة القياس بتاعتها هي الفيكسل. ايه الفيكسل ده؟ مجرد بوكس صغير، يعني بمنتهى البساطة لا في خطوط عندي ولا في بريميتيفز ولا في فيرتكس ولا اي حاجة. هو فيكسل. الفيكسل دوت هو وحدة القياس بتاع الاوبجكت ده، تمام؟ كل ما صغر الفيكسل كل ما تتلز اكتر، كل ما كبر الفيكسل كل ما تتلز اقل. وقلنا انا بحتاجه في اوقات كتير قوي، زي مثلا لما عاوز اعمل ريبيلد البروجكت بتاعي، لما يكون عندي مشاكل كتير في الخطوط، التوبولوجي بتاعه زباله، انا ممكن اعمل ريبيلد للبروجكت بمنتهى البساطه عن طريق الفي دي بي. زي ما يكون اما اكون بعمل كومباين او ميرج من اكتر من اوبجكت، طبعا الترانسليت اللي ما بين حدود الاوبجكت دوت وحدود الاوبجكت دوت بتبقى بلورد، وبقدر اتحكم فيها ان هي تكون انعم او ان هي تكون اخشن. زي مثلا ان انا لو عايز اعمل هاي ريز ماش من لو ريز، يعني لو عايز اطلع الماش بتاع التفاصيل عالية قوي 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 وبدقة عالية قوي، هقدر اطلعها من غير اي مشاكل. طيب بدأت الكلام برضو على اول اتنين نودز، وهما بمنتهى البساطة ازاي احول من والى الفي دي بي. الفي دي بي فروم بولجون ده النود الاولاني اللي اتكلمت عليه المرة اللي فاتت، وبمنتهى البساطة بيجيلي اي بولجون قبليه ويحوله لي لفي دي بي، وفي اللحظة دي اقدر اخد واتعامل بخواص الفي دي بتاعنا، تمام؟ تمام. طيب بعد كده العملية العكسية، ان انا عايز احول من الفي دي بي لبولجون تاني، ارجعه تاني مش عادي عشان اقدر اكمل الشغل اللي انا عايز اعمله عليه، تمام؟ وده هنستخدم الفي دي بي كونفيرت او كونفيرت في دي بي، تمام؟ وده انا عندي مجموعة اوبشن. طبعا من اللي انا قلته المرة اللي فاتت عن الفي دي بي ان هو فوليوم، هو كده النوع ده نوع اسمه فوليوم، تمام؟ فانا بحول الفوليوم دوت لبولجون فبيتغير معايا البولجون. خلاص خلينا بقى نتعمق اكتر شوية. لو انا بصيت عندي هلاقي الماش بتاعي ده اخر ما وصلت له فيه، لكن لا مش ده اللي انا عايزه. انا عايز الموضوع اكتر دقة شوية. الكيرف مش مظبوط. لو انا لغيت اصلا لو انا لغيت الخطوط اللي عندي عن طريق شيفت ودبل من الكيبورد هلاقي الدنيا بايظة خالص. طيب قلنا المرة اللي فاتت بمنتهى البساطة القاعدة بسيطة قوي، لما اجي احول في دي بي فروم بولوجون، تمام، عند الفيكسل بتاعي اصغر الفيكسل الديتيلز تبقى افضل. خلينا نصغره كده شوية كمان. انا عملت مثلا بدل الاربعة دي واحد بقى 0.01. طيب هنا عمل لي حاجة كويسة وعمل لي مشكلة، تمام؟ اول حاجة كويسة عملها لي فعلا بقى في ديتيلز افضل وادق عندي، تمام؟ الحاجة السيئة اللي عملها لي تاني هي ان الحدود عندي بقت زيادة على اللزوم في اماكن كتير قوي، تمام؟ هنا بقى نبدأ نتكلم على نود جديد في الفي دي بي اللي هو اسمه سموث في دي بي. فانا لو كتبت في دي بي سموث بالطريقة دي مسافة وسموث، هلاقي عنده اوبجكت. الاوبجكت ده طبعا لازم يشتغل على في دي بي، ما ينفعش يشتغل على بولوجون، فانا هحطه في النص. وظيفه النود دوت انه يقدر رغم ان انا عملت ديتيلز عاليه لكن يعمل لي سموث في الحاجات اللي زي ديت.
وهي العمليه سهله قوي. تمام، انا عندي حاجتين iterations تمام وفلتر فيكسل باي ريديوس. انا لو جيت على iteration زودت شفت اهو الاوبجكت بيتغير عندي من الشكل اللي هو فول سموث اللي كان موجود تمام لمور سموث. خلاص، ولو انا برضو غيرت من الفلتر فيكسل راديوس برضو يعمل لي سموث. شفت يعمل لي سموث ازاي؟ بس هتلاقي الاثنين مختلفين شويه. تمام، واحد بيحافظ لي على الحدود، واحد بيعمل لي ميكس الحدود بتاعي. تمام، فعندك طريقتين لعمل السموت بتاعك زي ما انت عايز، وعلى فكره انت ممكن تعمل ميكس بينهم من غير اي مشاكل. لكن في حاجه بسيطه نلاحظها، ان الفلتر فيكسل مش هيشتغل لو الاكريشن على زيرو، على الاقل خالص يكون واحد عشان يشتغل معايا. بعد كده اعمل الميكس اللي يريحك عشان تطلع بالشكل اللي انت عاوزه للميش بتاعك. تمام، خلينا بقى نظبطها زي ما احنا محتاجين في الاكزامبل بتاعنا. هنصغر الفلتر شوية وليكن نخليه 2، وكبر الاتريشن نخليها وليكن 3، حاجة زي كده. وده كان النود سموث، وده بستخدمه عشان انعم الشكل بتاعي بعد ما عملت اي عملية من عمليات ال VDB. يبقى الملخص هنا ان انا لما جيت عملت VDB from polygon وصغرت الفيكسل عندي ادتني تدلز اوطع، لكن الحدود بتاعتها كانت حاده قوي. طب اقدر اتحكم في الحدود دي ازاي؟ عن طريق VDB سموث. ده الملخص الاولاني. طيب انا عندي مشكله تانية خالص، لما بصغر الفوكسل هلاقيه صغر لي حجم البريميتيفز قوي، وده هيسبب لي فيرتكس اكتر وبوينت اكتر، وده مشكله كبيره خصوصا لما اجي اشتغل على اوبجكت للجيمز او اوبجكت للانتراكتيف 3 دايمنشن. تمام، حتى لو انا بعمل فيديو في الانيميشن والكلام ده كله، المفروض ان الفيرتكس والبوينت والبريميتيفز على قد الديتيلز بتاع الاوبجكت، مش اكتر ومش اقل. طيب عشان احل المشكله دي انا عندي طريقتين اساسيين، في طريقه في الاوبشنز اللي موجوده دلوقتي سهله وبسيطه، في طريقه هيبقى لها جزء كبير قوي من الشغل بعد كده، واللي هي اسمها ريتوبولوجي. هنبعد عن الريتوبولوجي تماما، ده هنفرد له فيديوهات كبيره بعد كده. هنتكلم بس دلوقتي على الاوبشنز اللي عندي. انا عندي من الكونفيرت في دي بي عندي هنا اوبشن اسمه ادابتيفيتي، ودي بمنتهى البساطه لو انا حركتها هيعمل ايه؟ هيعمل لي حاجه جميله قوي، هيوزع الفيرتكس بتاعته والبوينت والايدجز بطريقه دايناميك شويه. هيشوف المناطق اللي محتاجه فيرتكس وايدجز وبوينتس اكتر وهيزود فيها، والعكس هيشوف المناطق اللي محتاجه الحاجات ديت اقل فيقللها. بس لاحظ حاجه بسيطه قوي، كل ما اكبر الابتيفيتي تمام، ده في حد ذاته بيعمل لي مشاكل في الايدجز، ما بتبقاش مظبوطه بشكل كويس. كل ما اقلل الايدجز بتبقى مظبوطه بشكل افضل. اراعي بس الحكايه ديت وانا بغير فيه. وكده يبقى انا قدرت ان انا اعالج بشكل جزئي المشكله الثانيه اللي هي زياده البوينت والايدجز للاوبجكت لما احوله من والى في دي بي. تمام، عن طريق تاني الاوبشن ابتيفيتي اصغر الفيرتكس والبوينت بتزيد، اكبر الفيرتكس والبوينت والبريميتيفز والايدج بتقل. طيب خلينا نتكلم على مفهوم تاني في التعامل مع الفي دي بي، وهو مفهوم الخطوط العريضه. يعني قبل ما اصدر الاوبجكت للفي دي بي تمام، لازم احط الخطوط الاساسيه بتاعته، وبعد كده هو هيكفل لي بالباقي تماما. يعني بمنتهى البساطه لو انا رجعت للسلندر بتاعي هلاقي فيها 3 خطوط اهمت. تمام، الخطوط ديت اللي بتتكون على اساسها الزوايا بتاعتي، فده كالكوليشن بسيط قوي. الخط بدرجه الانحناء بتاعه تمام، هم دول اللي بيشكلوا لي الاوبجكت عندي في الفي دي بي. يعني بمنتهى البساطه لازم ابقى عارف ان الخط دوت بدرجه الميل بتاعه الزاويه بتاعته
هم دول الخط الاساسي اللي على اساسه هكون الشكل اثناء العمل في الفي دي بي. ناخد مثال بسيط، التيوب بتاعنا انا عملتها من 8 خطوط فاداني الشكل المضلع دوت، تمام. انا لو عايز في الفي دي بي اقلل الشكل المضلع دوت يبقى انا محتاج ان انا اقلل الزوايا بتاعت الخطوط، يعني محتاج اكتر الخطوط شويه. فانا هاجي على 8 ديت وازودها شويه وليكن نخليها مثلا 16، تمام. وارجع كده ابص عليه بقت افضل. طيب لو انا بعيد قوي عن السورس بتاع الاوبجكت، تمام، في نود يوسفل او في الحاجات دي، خلينا نرجع ورا شويه، تمام، هرجعه تاني زي ما كان 8. وبرضو عايز اعالج المشكله بتاع التضليع بتاعه الخطوط 8 خطوط دول، تمام. فهنا بقى هستخدم النود اللي هو اسمه سب ديفايد. انا هاجي هنا اهو مثلا وازود نود اسمه سب ديفايد. سب ديفايد النود ده بمنتهى البساطه بيعمل لي ايه؟ بيقسم لي البريميتيف بتاعي، تمام. ولما بيقسم البريميتيف بتاعي بيخليه سموث اكتر، تمام. ودي تقنيه معروفه تقريبا في كل البرامج بتاع الثري دايمنشن السب ديفايد. واقدر اتحكم عدد المرات اللي بيقسم فيها البريميتيف عندي عن طريق الاوبشن ديبس، بضغط عليه ومن ديبس كده كل ما اكبر فبيقسم البريميتيف عندي اكتر، فالديتيلز بتبقى مور سموث عندي. يبقى دي الفكره التانية بتاع الزوايا والخطوط بتاعتي. انا ممكن احط الخطوط العريضه عندي للاوبجكت بتاعي قبل ما ابعته للفي دي بي، ودي حاجه لازم افهمها كويس، ودي حاجه هتفهمها من كتر الشغل، تمام. انا قلت ان الفي دي بي بيعمل ترانسليشن بتوين اكتر من اوبجكت وبتوين الزوايا وبعضها، تمام. فانا لازم احدد الزوايا بتاع الاوبجكت عندي، واقدر اتحكم في دوت عن طريق ان انا ازود الخطوط سواء من السورس بتاع الاوبجكت الاساسي او كمان من ان انا استخدم النود اللي هو سب ديفايد. طيب انا مش محتاج السب ديفايد، انا هرجع الغيه خالص، انا كنت بس بوضح الفكره وارجع للشغل بتاعي، تمام. طيب انا قلت ان الفي دي بي اقوى ما فيه هو التحكم في الترانسليشن ما بين اتنين اوبجكت بدمجهم مع بعض، تمام. لكن هل يا ترى الاوبجكت ديت هي اللي جايه لي مدموجه جاهزه؟ يعني دلوقتي انا عندي اوبجكت واوبجكت دمجتهم بالميرج، بعد كده بسطهم للفي دي بي فعمل لي الشغل ده كله. لا، الفي دي بي كمان قادر على انه يدمج هو بنفسه اكتر من اوبجكت ويعمل علاقات بينهم زي البوليون بالظبط. فاكرين البوليون؟ الفي دي بي برضه قادر على انه يعمل عمليات زي البوليون واقوى منها بكتير. الريزلتس اللي بتطلع منها اكثر احترافيه، تمام. خلينا نبص عليها كده بمنتهى البساطه، لكن خلينا برضه نحط قاعده من قواعدنا. طالما انا هعمل علاقه ما بين تو اوبجكت بالفي دي بي، يبقى الاوبجكتين اللي قبل العلاقه ديت لازم يكونوا في دي بي، تمام. فانا هاجي مثلا، لو انتوا خدتوا بالكم انا عندي في الجزء اللي ورا دوت اهو عندي عباره عن ستريبس كده موجوده هنا بالشكل دوت. خلينا نبص عليها ازاي نعملها بالفي دي بي. طيب انا الفي دي بي اللي فات كده ما عنديش اي مشكله فيه، انا عايزه يفضل زي ما هو خلاص. انا بقى هاجي هنا وازود بوكس، تمام. البوكس موجود هنا، انا عشان اجيبه في المكان ده بسرعه ومن غير اي مشاكل وتعقيدات، كل اللي انا محتاجه ان ناخد الميرج احطه هنا. لما خدت الميرج اللي حطه هنا، خد كل الابعاد، كل حاجه فوق خدها انهرت من الجزء اللي فوق، تمام. تمام، بعد كده هضيف له ترانسفورم عشان نصغر حجمه شويه. طبعا هاجي هنا انا مخزن بريسيت قديم للترانسليت، تمام. ممكن بقى نخلي السايز بتاعه حاجه صغيره قوي، تمام.
وبعد كده هنجيب مثلا حاجة زي كده. انا مش هعمل الشكل اللي انا عايزه في الاول، انا بس عايز ايه نعرف ازاي نتعامل مع الكومباين، بيسموها كومباين فيديمي. فانا هاجي على الاخ ده كده ويعمل لها روتيشن شوية، ونعمل كوبي، خلاها ابسط كوبي مش محتاج ابعد من كده، تمام. وفي الكوبي دوت هزود العدد والترانسليشن يزيد شوية، حاجة زي كده، تمام. انا هعمل حاجة بسيطة، مش هعمل الشغل ده دلوقتي، تمام. وبعد كده برضو عند الترانسليشن بتاع الزي نزوده شوية عشان يبقى حاجة زي كده، تمام. انا عايز اعمل دلوقتي قط لدول في الجزء دوت. طيب البني العادي ما فيش اي مشكلة فيه، يقدر يعمل العملية دي، لكن بيتعامل على قد كمية التفاصيل اللي موجودة في الاوبجكت. يعني دلوقتي عندي 5000 خط هنا وهنا، هيتعامل بال5000 دول، حتى لو زود او شال او عدل او لحم هيبقى على المستوى دوت. اما بقى الفيديو بيبقى قوته خالص انه بينسى كل التفاصيل ديت، هو بياخد حدة عجينة، تمام، او ملهاش اي معالم، ملهاش اي حدود، تمام، يقطع فيها او يعمل كومباين او يعدل فيها، تمام، وبعد كده يحط لها التفاصيل الخطوط بتاعتها، تمام. يعني هو ما بيتقيدش في اي حاجه، وده بيديني ريزلتس في النهايه منتهى الاحترافيه، خلاص. طيب انا هاجي زي ما انا قلت من شويه، عشان اقدر ان انا اعمل اي علاقه ما بين تو اوبجكت زي البوليوم مثلا، يبقى لازم التو اوبجكت عندي يبقى في دي بي. فانا هاجي هنا اقول في دي بي فروم بولجون زي ما احنا عملناه قبل كده، واحط هنا. هلاقي طبعا لو انا خدت بالي ضايع خالص، فانا هاجي اصغر الفيكسل عندي كمان، نصغر، انا عايز دول يبانوا، لا ده كمان قوي، ما عنديش مشكلة ان انا اصغر زي ما انا عايز، لان لما احوله بقدر اتحكم في الفيرتكس والبوينتس والايدجز اللي طالعة من العملية ديت، تمام. خلاص انا كده حولته لفي دي بي. هحول الاخ ده كمان بنفس الشكل، تمام، زي الفل. هاجي بقى اعمل ايه، استخدم نود جديد في الفي دي بي، في دي بي. والفي دي بي هنستخدم المره دي حاجه اسمها كومباين، اللي هو ده هحطه هنا. ده كده اعتبره قريب قوي من النود بتاع بوليون في المودلنج العادي، تمام. فانا عندي المفروض تو اوبجكت هقدر ادخلهم هنا، هاخد الاوبجكت الاولين احطه هنا، والاوبجكت الثاني احطه هنا. هبص فوق، طبعا انا عندي جروبس ممكن اشتغل عليها، خلينا نبعد عن الجروبس ديت، تمام. فبيقول لك ان انت هتشتغل على الكوليكشنز عندك، بيقول لك انت هتشتغل على ايه. معظم الاوقات انا بشتغل بنفس الشكل دوت، اللي هو A و B بيرز، يعني انت تشتغل في اللي داخل في النود عندي في الـ A وفي الـ B، تمام. نبدأ بقى نتكلم في الاوبشن الاهم واللي هو اسمه operation. هنا العمليات اللي انا ممكن اعملها، تمام. هتلاقي عمليات قريبة زي اللي انت عارف، زي مثلا subtract multiply، تمام. فانا مثلا لو استخدمت subtract مثلا، من اسم الكلمة كده زي ما هو متوقع طرح لي A من B. خلينا بس الأول نرجع ونخفي الريفرنس عشان الدنيا تبقى أوضح، تمام. وخلينا كمان نحوله ل بولجون عشان برضو الشكل يبقى أوضح ونعرف نتكلم مع بعض. فأنا هاجي من التمنيو وأضيف نود اللي هو
VDB convert. طيب خلينا نعمل ده كده, نرجع بقى للكومباين ونجيبهم من الاول. خد بالك ان من الاوبريشنز هنا, خد بالك انا ممكن استخدم ال VDB ديت في الفوجز وفي الكلاودز والكلام ده كله. في عمليات هنا كتير قوي ما بشتغلهاش في المودلينج. تمام, خلينا بص على اهم العمليات اللي انا ممكن استخدمها في المودلينج. اول حاجه كوبي ايه, معناه ان انت هتستخدم اللي جاي لك من الايه والبيتا جهله خالص, اعمل له اجنور خلاص. بي العكس, انت هتعمل اجنور للي جاي لك من ايه وتنسى بي. تمام, انفيرت, وديت انا هحتاجها في الفوق, بده بيعمل لي انفيرت زي اللي هو ريفيرس في الفيسز في البريميتيفز. تمام, عندي بقى تلات عمليات الحسابيه اللي هو اد وسبستراكت وملتبلاي, ودي بيبقوا الاثنين مع بعض. اد هيجيب اللي بينهم خلاص, سبستراكت هيطرح واحد من واحد, بي هيطرحه من ايه, فهيشيل الحاجات اللي مشتركه بينهم ويشيل معاهم البي. تمام, ملتبلاي هيضربهم في بعض فهيبقوا, يبقى عندي التلاته دول ببقي اللي بينهم, ببقي الاي بعد ما يشيل بي الجزء المشترك معاه, والتالتة ان هو بنقي ببقي الاثنين. تمام تمام, بعد كده عندي ماكسيمم ومينيمم, ودول برضو انا بستخدمهم المجموعه دي كده بستخدمهم مع الفوكس الفوج اللي هو الشبوره او السحاب والكلام ده كله. بعد كده عندي المجموعه دي زي المجموعه دي بالظبط, بس بتختلف مع الفيس, هي مجموعه اليونيون انترسكشن ديفرنس, هم زيهم بالظبط زي الاد سب استراكت الملتبلاي. فانا مثلا لو قلت اليونيون يبقى طبعا اللي هيبقى الاثنين متحدين مع بعض, يعني هيديني الاثنين. بعد كده انترسكشن اللي بينهم واضحه قوي. تمام, اما الديفرنس هيجيب لك واحد ومتشال من واحد بهكذا. تمام, فانا دايما في الناحيه في المودلنج الاس دبليو اف هو افضل. هي الفكره هنا انه بيقول لك حسب الدوكيومنتيشن, يعني انا قريتها من فتره, ان المجموعه دي بيستخدم باي فاليو. تمام, المجموعه اللي تحت ديت بيستخدم باي فيلد. تمام, في الاثنين زي انا عامه في المودلنج بشتغل دايما بالاس دي اف خلاص, مجموعه الاس دي اف. فانا هنا هستخدم اس دي اف ديفرنس مثلا هيديني الشكل ده. طيب خلينا نبص عليها كده بعد ما نعمل كونفيرت هتبقى شكلها عامل ازاي. تمام, قدرت ان انا اعمل الديفرنس بتاعي. تمام, وخد بالكم برضو انا حطيت سموث قبل الكونفيرت دي بي, فده بيخلينا اتحكم في البافل اللي انتوا شايفينه دوت بعد عمليه الديفرنس. فعملية الديفرنس انا عملتها, وعملت في نفس الوقت عملية بافل عن طريق سموث. تمام, شكلها كويس من غير اي تعقيدات. وبكده يبقى انا قلت مجموعة النودز اللي انت ممكن تكون محتاجها من ال VDB في المودلينج. تمام, اللي هم VDB from بولوجون وكمفورت VDB وسموث وكومباين. مجموعة النودز ديت هنستخدمها بعد كده في الشغل, يعني صدقوني هتحسوا بفرق كبير قوي لما بتبدأوا تستخدموها في الشغل بتاعكم. تمام تمام, طيب هنرجع بقى للأوبجكت الأساسي بتاعنا. أنا هرجع بس أشيل الأخ ده كده, هنشيل الجزء ده ملوش لازمة خالص من أول هنا لغاية هنا. هاجي بقى كده ابص على الريفرنس عندي واطبقه بالشغل دوت ونطلعه. احنا شرحنا فكره الفي دي بي بما يكفي, خلينا بقى نستخدمها بشكل عملي. نرجع بقى نشوف الريفرنس بتاعنا, نشوف ازاي نقدر نعمل له مودلنج وازاي نقدر نستخدم الفي دي بي في المودلنج ده. تمام, ابص عليه كده,
هفتح الشغل بتاعنا. طيب اول حاجه انا عايز اعمل الجزء اللي هو في الظهر اللي هيبقى ستريبس دوت اللي هيتقطع دوت، تمام؟ فانا هرجع ورا شويه قبل الميرج عندي اللي هو القطعه اللي فوق بالتيوب، وممكن اضيف كليب مثلا واقطع منه الحته اللي انا عايزها بس اللي هي بتاعه الظهر. فانا بمنتهى البساطه هفتح التمنيو واختار منها كليب زي ما احنا عارفين دايما، وابدا بقى اعدي في الاوبشن بتاعها عشان تديني القطعه اللي انا عايزها. فانا هاجي كده واظهرها. اول حاجه هي في الاتجاه الواي، هخليها اتجاه زي عندي، تمام؟ واحركها بقى عشان تشيل الجزء الزياده بالشكل دوت، وممكن طبعا اعمل لها روتيشن طالما انا محتاج، يعني حاجه زي كده. بعد كده هتحتاج تصغر شويه، لو انتوا لاحظتوا هي اصغر شويه في الريفرنس، فطبعا هضيف الترانسفورم نود زي ما احنا متعودين دايما. خلينا كمان نضيف ميرج نود عشان نظهر الاوبجكت الاصلي معاها، عشان نشوف نقارن كده احنا محتاجين نصغرها قد ايه، وبعد كده نوصل الاوبجكت بشكله النهائي، وبعدين الاوبجكت اللي احنا محتاجين نصغره، يعني عشان تبقى كده الدنيا اوضح شويه. وكالعادة طبعا انا محتاج ان انا اظبط الترانسفورم في السنتر عن طريق البريسيت اللي انا مخزنه، تمام؟ لا جديد، مفيش اي حاجة جديدة خالص. ابدأ بقى احركه شوية لقدام واصغره شوية عشان يديني الشكل اللي انا عايزه. تمام، انا شايف ان كده مناسب قوي. هبدا بقى اخد الجزء دوت وابدا اعمل عليه نفس الشغل اللي انا عملته من شويه، احوله في دي بي وبعدين اعمل له كونفيرت لبولوجون بعد طبعا اما اقطع فيه زي ما انا عايز. طيب هنلغي بس الجزء دوت، تمام، واحوله لفي دي بي. بس هي طبعا هيبقى عنده مشكله عشان الفتحه ديت. خلينا نبص عليها كده، في دي بي فروم بولوجون. اعتقد ان الفيس المفتاح ده هيعمل لي مشكله، فانا قبل الكونفيرت هعمل بولي فيل واقفله. الشكل ده هنا اصغر بعد شويه. مبدئيا حاجه زي كده. تاني حاجة هبدأ اعمل البوكس بتاعنا اللي انا هقطع فيه. هعمل نفس اللي انا عملته المرة اللي فاتت، هعمل الامب بتاعه والاوبوت بتاع البولي فيل عشان ياخد نفس السايز وناخد نفس البوزيشن. بعد كده هضيف له النوت ترانسفورم عشان اغير الهايت بتاعه. اكيد هخلي البريسيت للسنتر، وبعد كده نغير حجمه وليكن 0.01، تمام؟ لا جديد. بعد كده هعمل له كوبي، اكتر المسافه شويه واغير البوزيشن في اتجاه الواي. لا جديد، اظهر بس الجزء اللي انا هقطع فيه عشان اقارنه بيه. هنزل الاوبجكت شويه بالترانسفورم اللي انا حطيته قبل كده. بعد كده بقى هزود العدد بتاعي عشان اوصل لنهايه الاوبجكت بتاعي، حاجه زي كده، مفيش اي مشكله. بعد كده هعمل روتيشن شويه في الاتجاه الاكس، كمان ارجع لكوبي واغير الترانسليشن بتاع الزي عندي عشان يخش لجوه شويه فيقطع لي الاوبجكت كله، تمام؟ بعد كده احوله لفي دي بي عن طريق في دي بي فروم بولجون، واصغر الفيكسل على قد ما اقدر عشان يديني الشكل المناسب اللي انا عايزه، تمام؟ وابدا بقى اعمل كومباين بينه وما بين الاوبجكت بتاعي الاساسي بالشكل دوت، واعمل بقى ديفرنس. نبص عليه كده، هو من افضل الحاجات ان انت لما تيجي تعمل عمليه زي ديت ان الفيكسل هنا يبقى قد الفيكسل هنا. فانا لما ابقى مثلا ده 0.1
0.001. افضل حاجه هنا ان اخلي نفس الكلام هنا 0.001. طيب لو انا الغي بس التمبلت ده واجي هنا ابص كده واقرب، تمام بدا يديني حاجه زي اللي انا عايزها هي، تمام. فانا بس هاجي هنا وبالمره عشان برضو ما احملش على الجهاز ممكن احول البولجن. فانا هاجي على VDB convert او convert VDB ومن volume اخليه بولجن، اخليه كده طبعا شيفت ودبل عشان الخطوط تبان، طبعا هيبقى كتيرة قوي بس مهما كانت كتيرة اهون من اللي كان من شوية. طيب لو انا اخدت الشكل ده انا بس هاجي هنا قبلها واعمل سموث، احط هنا كده تمام. بص يعني شايفين لو انا غيرت، شايفين الفرق؟ بص هنا كده هاجي ده وبعدين ارجع للجوبجكت كده بتاعنا وغير الادابتيفيتي اكبرها شوية عشان يبقى الدنيا عندي ارحم شويتين، تمام. انا لو جيت هنا وعملت ميرج عندي مع المسند الاساسي وبصيت عليه كده، تمام حاجة زي كده. وكده يبقى انا انتهيت من الفيديو التاني في الانترو بتاع الفيديو بي، هنستخدمه لكن ما اعتقدش ان احنا ممكن نزود عليه كلام في المرحلة دي على الاقل، تمام. شكرا، كان معكم اسماعيل من NCS3D.